السعي نحو الثراء رحلة لا نهاية لها. منذ 6 سنوات يغدو علي كل صباح إلى هذا الشاطئ، وعينه لا تبرح على الرمال بغية العثور على حجر كريم. لم يفقد الأمل في الوصول إلى هدفه يوما ما. البطالة دفعتنا إلى هذه المهمة الشاقة، لا بدائل أخرى. مرة نعثر ومرات لا نجد شيئا، لكن نستمر في البحث. نأتي هنا كل صباح، لا نبيع الأحجار بأسعار جيدة، وما نحصله لا يزيد عن سد لقمة العيش. فقدان المعرفة وغياب التدريب وعدم توفر المعدات اللازمة عوامل تصعب مهمة البحث عن الجواهر الثمينة في شواطئ مقديشو. فمهمة القفز من سفينة الفقر إلى الثراء ليست سهلة المنال. يعاني منقب الأحجار قلة المعرفة عن أنواع الأحجار وجودتها لتحديد أسعارها بناء على جودتها. يجمع الباحثون ويذهبون إلى الأسواق، يلجأ المشترون غالبا إلى التلاعب واستغلالهم لإصالحهم، ويقدمون أسعارا زهيدة بزعم أنها ليست ذات قيمة. يحتاج الباحثون إلى التدريب والمعدات اللازمة لتطويرهم. تبذل مؤسسات التعليم العالي الصومالية جهودا حثيثة لبناء الوعي في الاستفادة من مجال الأحجار الكريمة وإثراء الوعي الجيولوجي. سن التشريعات والقوانين ورفع الوعي الأساسي للمنقبين في معرفة أنواع الأحجار وإنشاء مختبرات محلية متخصصة وتدريب الكوادر وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية من أجل حصول العاملين في هذا الحقل أسعار زهيدة مقابل جهودهم والقضاء على فرص السوق السوداء التي تتحكم في هذه الصناعة الثمينة ضرورة ملحة للتطوير. تزخر الصومال بموارد نفيسة من أنواع المعادن الثمينة المختلفة، وسط غياب تشريعات حكومية لتنظيم المجال وتقديرات رسمية بحجمها. يتزايد عدد الباحثين عن الأحجار الكريمة الذين يتوجهون إلى هذه السواحل في رحلة بحث قد تغير حياتهم إلى الأبد، حاملين أدوات بسيطة على أمل اكتشاف جواهر نادرة. من مقديشو، عدنان عبد علي، هنا القاهرة عاصمة الخبر.